موسم الاصطياف في ولاية الجزائر في ظروف حسنة ومع التوافد الكبير للمصطافين والسياح من كل الولايات ومن خارج الوطن الذي كان منتظراً، باشرت مصالح الولاية تحضيراتها منذ بداية شهر السنة بداية هذه السنة لاستقبالهم في أحسن الظروف ومن أجل الرقي بالخدمات المقدمة لهم، حيث تميز هذا الموسم عن سابقيه بتكليفنا للمؤسسات العمومية الولائية لوجيستي ولوبلا بصفة حصرية بتسيير جل الخدمات على مستوى 61 شاطئ تم فتحه، وهو الأمر الذي قابلته جهود كبيرة لمحاربة كافة أشكال الاستغلال العشوائي وغير القانوني للشواطئ ومواقف السيارات بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية التي سهرت على فرض احترام القانون والنظام العام على مستوى الشواطئ والمتابعة الدورية لمكافحة لكافة المخالفات. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه لكل المصالح الأمنية بخالص عبارات شكري على المرافقة الدائمة لضمان أمن وسلامة الأشخاص والممتلكات. كما تعززت حظيرة المسابح بالعاصمة خلال هذا الموسم بدخول 7 مسابح جديدة حيز الخدمة، وكانت البداية بتجسيد مسبح أولاد الحاج بالكاليتوس شهر أفريل الماضي، ثم جاء تدشين 6 مسابح نهاية شهر جوان بكل من عنطايا، هراوة، سيدي موسى، الملحة بجسر قسنطينة، أولاد الشبل وسويدانية. كما عرف موسم الاصطياف تنشيطا ثقافيا ورياضيا ثريا من خلال تصدير برنامج نوعي شمل عدة نشاطات وتظاهرات رياضية وشبابية وثقافية أضفت أجواء من الحيوية والبهجة خلال موسم الاصطياف ولاقت استحسان العائلات والشباب. ومن جانب آخر، وباعتبار أن موسم الاصطياف لم يقتصر فقط على الشواطئ، فقد تم تصدير برنامج لتهيئة وتنشيط كل الغابات والمنتزهات وفضاءات التسلية والترفيه التي كانت هي الأخرى قبلة مفضلة للعديد من المواطنين والعائلات لما توفره من ظروف للراحة.